عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم جيناكم بالأوبو A53 الجديد، وباش نوريكم كيفية وضع الكابتور ديكران على هذا الهاتف الجديد. كما تعرفوا الهواتف الكل إذا نضغطوا على الباور والبوتون فوليوم داون، هذه اللوتانية شنو يصير؟ ولا عملنا كابتور ديكران، عند وضع صباع على اليمين وعلى اليسار مع بعضه كيما لك، كيما تشادو هذا. ندخلو نشوفو قداش الكابتور ديكران عملنا. ولا هذا هما الكابتور ديكران، عنا ثلاثة. ولا توا نوريكم طريقة أخرى، ندخلو على البارامتر هنا، نمشيو أوتخو بارامتر كيما تشاهدوا هنا، عندنا كابتور ديكران، كابتور ديكران. شوفوا العملية كيفاش يوري فينا الهاتف كيفاش نعملوا الكابتور ديكران. ولا ثلاثة سوابع هكا ناديو مع الديكران. ولا جربوا احنا شنو سوبريمي ليماج اوريجينال ابخي موديفيكاسيون. ما حاشنيش احنا صون هنا، صون بالياج فيغ لو با 3 دوا، ثلاثة سوابع ابوي برونوم 3 دوا. ولا احنا نجربوا توا ثلاثة سوابع، ثلاثة سوابع على الكرون. ولا يطلب مني كيما تشاهدوا effectuer un balayage vers le bas 3 doigts. Voilà. تمت العملية بنجاح. voilà باش voilà. سهلة العملية. juste نعملو 3 سوابع هكا. سهلة على الاخر، معناتها العملية ما طلبش مجهود. ثلاثة سبعة جوست هبط تك تك. ندخلو توا بنشوفو الكابتور ديكرون اللي عملناها. فوالا، إن شاء الله تكون الطريقة عجبتكم، هي طريقة سهلة برشا، وطريقة موجودة في أي نوع من الأوبو، مش لازم حتى الأوبو 53. إن شاء الله طريقة عجبتكم، وما تنساوش الاشتراك في القناة، وإلى اللقاء.